هذه بنت غير متزوجة رأت كأنها يعني قص شعرها، وهي متضايقة من هذا الأمر ومن حولها أيضا بعض أقربائها. نقول أن شعر البنت في المنام في الحقيقة هو جمالها، هو أيضا زوجها، وهي حياتها الشخصية. فإذا قص الشعر بشكل يعني غير طيب معناته أن في مشكلة موجودة، إما مشكلة عين وحسد، أو مشكلة خطوبة قد لا تتم. وإذا تزوجت صاحبة المسج هذه عليها أن تحذر من الحاسدات والحاقدات وربما بعض الساحرات، كما قال الله سبحانه وتعالى: من شر النفاثات في العقد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم هنوف، هنوف هنوف تفضل يا هنوف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي رؤية، رأيت قبل تقريبا يومين إن خالي، وخالي هذا جنسيته قطرية، إنه يعطيني دنانير كويتية. خالي في الواقع إيش جنسيته؟ كيف؟ جنسية خالك إيش؟ خالي يعطيني دنانير كويتية. خالي في الواقع يا شيخ شخص ملتزم، وأنا الآن مخطوبة مترددة يا شيخ. طيب طيب خير إن شاء الله، تسمعي الإجابة إن شاء الله. بالنسبة لهذه الرؤية، رؤية الخال في المنام إن كان شكله جميل، مثلا لابس قطرة ولابس عقال ولابس يعني ثوب، وشكله يعني يوحي أنه يعني مرتاح، ما أتى منه فإنما يأتي بالأخبار الطيبة وقد تكون صلة رحم. الدنانير الكويتية وأنت سعودية يدل دلالة واضحة على النجاة من المشاكل لرؤية السفينة الموجودة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. ورؤية أيضا الصقر الموجود في على رسم هذه الفلوس يدل أيضا على الزوج قوي الشخصية، ويدل على الولد أحيانا. ورؤية أيضا بسم الله بالله نستعين في صدر هذه الفلوس يدل على المال الحلال. أنت والعلم عند الله قد تتوفقين يا هنوف، إما في وظيفتك أو في زواجك، قد تتزوجين من إنسان قد يكون له يعني أقارب في الكويت، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.